مثال عن إصدار وتحصيل خطاب الضمان. أعطاني في المثال وقال لي: تمت العمليات الآتية بقسم خطابات الضمان بأحد البنوك التجارية وين؟ بعدن، خلال شهر مارس. العملية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة. هناخذ كل عملية على حدة. شوف المطلوب معايا تسجيل هذه العمليات في دفتر اليومية للبنك. نشوف رقم واحد، العملية الأولى بقول لك: صدر خطاب ضمان مبلغ 31 مليون ريال لصالح المؤسسة جيم بصنعاء بغطاء 80% خصم من الحساب الجاري للعميل منشأة العفيف. طالما أنه صدر خطاب ضمان مبلغ 31 مليون ريال لصالح مؤسسة جيم، إذا مباشرة أعمل قيد نظامي بهذا الخطاب المصدر. كيف حيكون القيد النظامي؟ من حساب التزامات العملاء عن خطابات ضمان إلى حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان 31 مليون 31 مليون. قيد نظامي لإصدار خطاب لصالح المؤسسة جيم. بعدها أجي أشوف الغطاء اللي هو 80%، تمام، خصم من الحساب الجاري. وإذا لاحظت عز الدارس في معطيات المثال نقول لك 1.5%، هذه لازم دائما في كل خطاب ضمان يصدر من قبل البنك. إيش حيكون؟ حيمثل عمولة خطاب الضمان. إذا لازم ننتبه، نقرأ المثال أول حاجة كله وننتبه لعمولة اللي هي خطاب الضمان، بكون محددة من قبل البنك، تكون 1.5% من اللي هو قيمة أو مبلغ خطاب الضمان. في كل عملية إصدار لخطاب الضمان البنك بيحصل على 1.5%، هذا من معطيات المثال. طيب كيف حيكون القيد؟ من حساب جاري العميل منشأة العفيف، تمام، إلى مذكورين احتياطي خطابات ضمان بكم؟ بالغطاء 80%، كيف نحسبها؟ 31 مليون مضروبة في 80 على 100، كم حيكون؟ 24 مليون و800 ألف. طيب والعمولة كيف حنحسبها؟ حنقول 31 مليون مضروبة في 1.5، 1.5 بيعطيك إياها في السؤال، وبتطبقها على جميع الخطابات المصدرة من قبل البنك، كم حيطلع عند المبلغ؟ 465 ألف. إذا لاحظت أن الغطاء 80% والعمولة سوف تخصم من الحساب الجاري للعميل منشأة العفيف، إذا حيكون هنا من حساب جاري العميل منشأة العفيف 25 مليون و265 ألف ريال. إيش هذا المبلغ يمثل؟ يمثل اللي هو الغطاء اللي احنا حنمثله بحساب احتياط خطابات الضمان، والجزء الثاني اللي هي عمولة خطابات الضمان، نجمعهم مع بعض راح نحصل على المبلغ الذي سوف يخصم من حساب جاري العميل منشأة العفيف. طيب نيجي الآن للعملية الثانية، قال لي صدر خطاب ضمان مبلغ 17 مليون ريال. على طول صدر خطاب ضمان أعمل قيد نظامي. كيف حيكون القيد النظامي؟ من حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان إلى حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان. بإيش؟ بإجمالي المبلغ. انتبه، مش هاجي أعمل قيد النظام بالغطاء، لا، بإجمالي المبلغ، واكتب البيان قيد نظامي لإصدار خطاب لصالح المؤسسة نون، لأنه هون هي ذكر لي. طيب الغطاء كم كان؟ 75%، تمام، حصله البنك نقدا من العميل شركة الحبابي. إذن العميل شركة الحبابي راح يدفع الغطاء المتمثل بخمسة وسبعين بالمية. وما أنسى الفقرة اللي أعطاني إياها في معطية السؤال، أن هناك 1.5% من خطاب الضمان. ايش هذه؟ عمولة خطاب الضمان، عمولة البنك. من وين اخصمها؟ من ال 17 مليون. طيب نيجي نشوف مع بعض كيف حيكون القيد المحاسبي. من حساب الصندوق. طيب ليش حكى من حساب الصندوق؟ طب ما قبل شوي حكينا من حساب جاري العميل. ليش؟ شوف ايش اعطاك في العبارة هذه، قال لك حصله البنك نقدا، يعني شركة الحبابي دفعت نقدا ولم يتم الخصم من حسابها الجاري. فطالما تم الدفع نقدا اذا اقول من حساب الصندوق، واستنى الرقم هذا، استنى عليه شوي اعرف كيف اجى، اقول من حساب الصندوق الى مذكورين حساب احتياطي خطابات ضمان، هذا فيما يتعلق بالغطاء 75%. كيف احسب ال 75%؟ 17 مليون اجمالي
اللي هو مبلغ خطاب الضمان مضروبة في 75%، حيطلع لي كم؟ 12 مليون و750 ألف ريال. طيب بعدين أجي للعمولة، كيف أحسب العمولة؟ ما أنساها دائما تكون في بالي من معطيات السؤال، أنتبه للعمولة. هتكون 17 مليون مضروبة في 1.5%، هتكون كم؟ 255 ألف. أجمع الرقمين هذول كم حيطلع عندي؟ 13 مليون وخمس آلاف ريال، وهو ما سوف يقوم العميل شركة الحبابي بدفعه، وقد قام البنك بتحصيل هذا المبلغ من شركة الحبابي. يعني أنه هذا الرقم تنتظر لغاية ما تحسب الاحتياط الذي يمثل الغطاء والعمولة، وبعدين تعرف كم دفعت شركة الحبابي للبنك. طيب نيجي للعملية الثالثة، بقول لي صدر خطاب ضمان بمبلغ 40 مليون ريال لصالح المؤسسة لام بالحديدة، يعني مؤسسة بصنعاء ومؤسسة بعدن ومؤسسة بالحديدة بغطاء كم؟ 80%. إذا طالما أنه صدر خطاب ضمان، على طول قبل ما أشوف الغطاء أعمل القيد النظامي، أقول من حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان إلى حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان كم؟ بإجمالي خطاب الضمان 40 مليون، وأكتب قيد نظامي لصالح المؤسسة لام. طيب نيجي الآن نشوف الغطاء اللي هو 80%، وقد تم سداده نقدا، يعني لو قال لك تم سداده خصما من الحساب الجاري لمؤسسة الكوكبان، ايش حنقول؟ من حساب جاري العميل، ولكن طالما انه تم سداده نقدا اذا من حساب الصندوق. تمام، وما انسى 1.5% اخذها في اعتباري، اللي هي ايش؟ تمثل اللي هي عمولة خطاب ضمان. نشوف كيف القيد المحاسب حيكون، من الصندوق زي ما وضحنا لأنه نقدا إلى مذكورين، احتياطي خطاب الضمان، إيش هو احتياطي خطاب الضمان؟ يمثل إيش؟ الغطاء. كيف أحسب الغطاء؟ قيمة أو مبلغ خطاب الضمان 40 مليون، هاي 40 مليون معايا. طيب 80% من واجب، أيوة هاي هي 80%، تمام، أضربهم في بعض كم حيطلع لي؟ 32 مليون. وما أنسى العمولة، هتلاقي في معطيات السؤال أعطاك عمولة خطابات الضمان، أعطاني إياها في السؤال 1.5% من إيش؟ من خطاب الضمان. أحسبها 40 مليون مضروبة في 1.5% كم حيعطيني؟ ها حسبناها مع بعض طلعت 600 ألف ريال. طيب أجي أجمع الرقمين هذول مع بعض، 32 مليون زائد 600 ألف حيطلع لي 32 مليون و600 ألف ريال، وهو الذي سدده العميل اللي هو مؤسسة الكوكباني نقدا. يعني ما تستغرب او تقول من حساب الصندوق وبعدين اعتبر الرقم هذا انت ما بتعرفه او مش موجود، تمام، وبعدين تقول الى مذكورين، تحسب الاحتياطي وتحسب العمولة وتجمعهم وتكتب هذا الرقم بعدين، تمام. طيب نيجي للجزئية اللي بعدها، قال لي اذا الان خلصت من ثلاثة، قال لي وفي نهاية مدة سريان خطاب الضمان الصادر لصالح المؤسسة جيم والمؤسسة نون، ردت الخطابات إلى البنك لوفاء العميلين بالتزاماتهم كاملة، واسترد الغطاء بإضافة القيمة لحساباتهم الجارية طرف البنك. طالما أن العميل جيم اللي هو في صنعاء، تمام، قام بالوفاء بالتزاماته، إذن أعمل على إلغاء القيد النظامي المتعلق بالمؤسسة جيم. تمام، كيف حيكون؟ احنا قلنا القيد النظام من حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان الى حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان. كيف حلغيه؟ هعكس القيد، هقول من حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان الى حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان. كم كان لصالح المؤسسة جيم؟ كان 31 مليون. 31 مليون متى بلغ القيد؟ القيد النظامي عند الوفاء بإتمام العمل. ولاحظ ايش اعطاك ملاحظة، تمام، واسترد الغطاء بإضافة القيمة لحساباتهم الجارية. تمام، الآن استرداد الغطاء للعملية الأولى اللي كانت في صنعاء ب 31 مليون، كم كان الغطاء؟ 24 مليون و800 ألف. كيف حصلنا عليه؟ كان عندي 31 مليون ضربتها في الغطاء، إذا بتتذكر أعطاني كم؟ 24 مليون و800 ألف. هقول من حساب احتياطي خطابات ضمان إلى حساب جاري العميل منشأة العفيف، رد غطاء خطاب الضمان للعميل. إذا أول حاجة بلغ القيد النظامي إذا قام العميل بتنفيذ العمل بشكل تام، وبعدين أرد الغطاء بهذه الشكل، قيمة الغطاء أنتبه. طيب
أما بالنسبة لخطاب الضمان بالنسبة للمؤسسة نون اللي هي كانت وين؟ بعدن، تمام. حرد لها الخطاب، كان القيد النظامي تبعها متمثل بمبلغ، إذا تتذكر معايا 17 مليون، قال لك اللي هو صدر خطاب ضمان بمبلغ 17 مليون المؤسسة نون، تمام، بعدن. اها، اذا الغي القيد النظامي طالما انه قام بالوفاء بالتزاماته كامله. حقول من حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان الى حساب التزامات العملاء عن خطاب ضمان، الغاء القيد النظامي. نفس ما عملت فيه قبل شوي بالنسبه للمؤسسه جيم، اعمل المؤسسه نون. اذا اولا الغي القيد النظامي، وبعدين ارد له غطاء خطاب الضمان. كان غطاء خطاب الضمان لما حسبته كان 17 مليون مضروبة في نسبة الغطاء، كانت عندي 12 مليون و750. انتبه اني انا برد الغطاء اللي احنا كنا نودع في الحساب الاحتياطي، مش ارد العمولة معاه، لا، بس الغطاء هيكون قيد من حساب احتياطي خطابات ضمان الى حساب جاري العميل شركة الحبابي، رد غطاء خطاب الضمان 12 مليون و750، 12 مليون و750. طيب نيجي نكمل. إذا الآن خلصت من جيم ونون وردينا لهم خطابات الضمان واستردوا الغطاء تبعهم. طيب نيجي للام، المؤسسة اللي وين؟ إذا خلصت المؤسسة اللي بصنعاء واللي بعدن، نيجي للمؤسسة اللي وين؟ بالحديدة. لام فقد طالبت بتحصيل قيمة خطاب الضمان لإخفاق العميل في تنفيذ تعهده، تمام، وقام العميل مؤسسة الكوكباني بسداد المستحق خصما من حسابه الجاري. اذا كيف حيكون القيد؟ من مذكورين حساب احتياطي خطابات الضمان 32 مليون، طلع عندي الاحتياطي 32 مليون لانه كان الاجمالي 40 مليون، ضربته في نسبة الغطاء فتمثل عند الاحتياطي ب 32 مليون، وحساب جاري العميل الفارق 8 مليون، إلى حساب الصندوق 40 مليون. إذا لاحظت عزيزي الدارس إنه إيش قال لك؟ وقام العميل مؤسسة الكوكباني بسداد المستحق، يعني الموجود في الاحتياط 32 مليون، كم باقي عشان نعطي أو يسدد العميل قيمة الخطاب؟ قيمة الخطاب الإجمالي 40 مليون، كم الفارق بين 32 وال 40؟ 8 مليون. إذا حيكون 32 مليون من الاحتياطي، وال 8 مليون سوف تخصم من الحساب الجاري لمؤسسة الكوكباني إلى حساب الصندوق 40 مليون ريال، سداد قيمة خطاب الضمان وخصم الباقي من جاري العميل. طيب خلص الآن خصمته من جاري العميل وسددنا قيمة الخطاب لأنه صار هناك عملية إخفاق. انتهيت من القيد هذا، ما أنسى أني ألغي القيد النظامي اللي أنا قمت فيه في أول حاجة لما أصدرت الخطاب بال40 مليون للمؤسسة السلام اللي في الحديدة. كيف أقول؟ من حساب التزامات البنك عن خطابات الضمان إلى حساب التزامات العملاء عن خطابات الضمان 40 مليون 40 مليون، إلغاء القيد النظامي لإنهاء مسؤولية البنك. إذا الآن عز الدارس في نهاية هذا المثال لازم أعرف أنه في حال إصدار خطابات الضمان لازم بداية أعمل إيش؟ قيد نظامي، وبعدين الغطاء، تمام، أحسب نسبة الغطاء، وبعديها العمولة، ويكونوا في قيد محاسبي واحد، تمام. العميل وفى بالتزاماته، ألغي القيد النظام اللي أنا عملته أول حاجة، وبعدين أرد له الغطاء اللي هو دفعه. طيب في حال الرفض تجري الإجراءات المحاسبية الآتية، ويكون عندي القيدين المحاسبيين بهذه الصورة.